بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الإخبارية اليومية، ونبدأها معكم بأهم العناوين. رئيس الوزراء يؤكد عدم وجود نية لدى الحكومة لزيادة أسعار السلع الأساسية والوقود وينفي تعويم الجنيه. اليوم بدء الجولة السادسة من سلسلة الحوار الوطني لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار محمود مكي. إلى حضراتكم تفاصيل النشرة. بعث دكتور هشام قندير رئيس مجلس الوزراء اليوم برقية تهنئة إلى الرئيس محمد مرسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد باسمه وباسم أعضاء مجلس الوزراء. وتمنى قنديل موفور الصحة ودوام السعادة للرئيس مرسي في العام الجديد ولكل المصريين، قائلا إن الشعب المصري حقق آماله في تحقيق الاستقرار والأمن والأمان ودفع عجلة التنمية الاقتصادية كي تتبوأ مصر مكانتها المرموقة بين دول العالم. تبدأ بمقر رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجلسة السادسة من سلسلة الحوار الوطني تحت رعاية الرئيس محمد مرسي وبرئاسة المستشار محمود مكي لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية. وتناقش هذه الجولة بشكل تفصيلي مختلف المقترحات حول إعداد قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي طرحتها القوى السياسية المختلفة وناقشتها اللجنة القانونية السياسية المنبثقة عن الحوار الوطني، وذلك لعرض ما ينتهي إليه الحوار على مجلس الشورى قبل مناقشة مشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة. وكان المشاركين في الجولة الخامسة للحوار قد شكلوا لجنة للتواصل مع باقي القوى السياسية لإقناعهم بالحضور والمشاركة في الحوار. قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد المكون من 10 أعضاء بالإضافة إلى رئيسها المستشار ماهر البحيري، قرروا العودة إلى العمل والانتظام في عقد الجلسات. وحددت المحكمة في اجتماعها اليوم جلسة 13 من يناير المقبل لنظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور، وجلسة 3 من فبراير المقبل لنظر دعاوى حل مجلس الشورى. وكانت المحكمة قد أجلت عملها إلى أجل غير مسمى بسبب حصار مقرها من قبل عدد من القوى الإسلامية أول ديسمبر الجاري لمنعها من نظر دعاوى حل التأسيسية والشورى. ومن ناحية أخرى، قرر المعتصمون أمام المحكمة صباح اليوم فض اعتصامهم بعد حصار دام 30 يوما. يعقد أعضاء النيابة العامة اجتماعا اليوم بمقر نادي القضاء لبحث تطورات أزمة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم والإجراءات التي سيتخذونها في حالة رفضه الاستجابة لمجلس القضاء الأعلى بترك منصبه. وقال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاء إن أعضاء النيابة العامة سيجتمعون اليوم بعدما انتهت أمس المهلة التي أعطوها للمستشار طلعت للاعتذار عن الاستمرار في منصبه والعودة إلى القضاء، مؤكدا أنهم سيبحثون سبل التصعيد في الأيام المقبلة حتى يتخلى النائب العام عن منصبه. وأوضح فتحي أن أعضاء النيابة وجهوا الدعوة إلى نادي القضاء وأندية قضاة الأقاليم للمشاركة في الاجتماع. فض عدد من المعتصمين الموجودين بالحديقة الوسطى بميدان التحرير في الساعات الأولى من صباح اليوم اعتصامهم الذي دام 39 يوما احتجاجا على الدستور الجديد وللمطالبة بإسقاط الحكومة. وأرجع المعتصمون ذلك إلى انتشار عدد كبير من الباعة الجائلين والبلطجية وسط الميدان. وأكد أحد المعتصمين أنهم سيعودون إلى الميدان أثناء ذكرى ثورة 25 من يناير، مضيفا أنهم قاموا بفض الاعتصام نتيجة للذعر الذي يسببه عدد من البلطجية في ساعات أخيرة من الليل. وكانت قد وقعت اشتباكات مساء أمس بين عدد من الباعة الجائلين بالميدان أدت إلى إصابة أحدهم. قررت محكمة جناح عابدين اليوم تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه إلى جلسة الثلاثاء المقبل لعدم الاختصاص الرقمي.
وتطالب الدعوى بعزل الرئيس مرسي لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، حيث طالب مقيم الدعوى بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على الرئيس، والتي تنص على عزل أي موظف عمومي من منصبه أو حبسه لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء. وكان الرئيس قد أصدر قراراً يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بمخالفة قرار الدستورية العليا بحله. أكد هشام قندي رئيس الوزراء أن حكومته ليست حكومة جباية لكنها حكومة عدالة اجتماعية، وأن لا نية لديها في زيادة أسعار السلع الأساسية أو الوقود، مؤكدا أن الاقتصاد لن ينهار. وأعلن قنديل في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم أن الإجراءات الضريبية الأخيرة كانت جزءا من البرنامج الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن قيمة قرض صندوق النقد قليلة ولا تغطي عجز الموازنة، ولكنه هام للحصول على شهادة ثقة للاقتصاد المصري. وطرح رئيس الوزراء مبادرة وطنية للتوافق والانطلاق الاقتصاديين لعمل خطة وطنية وتوافق على برنامج الحكومة، مؤكدا عدم اتجاه الحكومة إلى طبع البنك نوت وتعويم الجنيه. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل أن كان في بداية الثورة هناك مسارين متوازيين، مسار سياسي ومسار اقتصادي. المسار السياسي كان الحقيقه يعني انا اتذكر كان لما كان يعني بعض مع جماعه المستثمرين دايما اقول لهم يا جماعه احنا هناك مسار سياسي لحل الخلافات السياسيه، ولكن كلنا متفقين وما زلنا اعتقد متفقين، انا متاكد وكلنا متفقين ان احنا مهم جدا ان احنا ندفع به الانطلاقه الاقتصاديه. فعندما تقاطع المسارين، عندما حدث مشاكل في المسار السياسي، حصل مشاكل في المشهد السياسي أثر سلبيا للغاية على المسار الاقتصادي. وفي سياق متصل أكد وزير المالية ممتاز السعيد أن الحديث عن إفلاس مصر أو عدم قدرة الخزانة العامة على تدبير التمويل المطلوب لدوران العمل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين هو وهم وخرافة. وقال السعيد في بيان للوزارة اليوم إن مصر قادرة على تجاوز التحديات الراهنة بفضل تكاتف شعبها وقواه السياسية للنهوض بالاقتصاد واستعادة دوران عجلة الإنتاج. وأشار السعيد إلى أن سداد الوزارة أول أمس 50 مليون جنيه لتوفير متطلبات ملحة من المواد البترولية دليلا على قدرة الدولة على تدبير احتياجات مواطنيها. قام البنك المركزي المصري اليوم بعرض 75 مليون دولار على البنوك في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة، وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد. ويعد هذا العطاء جزءا من نظام جديد أعلنه البنك للمحافظة على الاحتياطات الأجنبية، وبموجبه لا يحق للشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا. وكرد فعل لذلك قفز الدولار أمام الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق بالبنوك، كما واصل الجنيه الاسترليني ارتفاعه أمام الجنيه ليحقق أعلى مستوى له منذ عام 2008. وكان البنك المركزي قد أعلن أن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأعنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لسداد أعباء المديونية الخارجية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية المتركزة في المواد البترولية والمنتجات التموينية. وأوضح البنك في بيان له أمس أن الاقتصاد المصري يواجه بداية من عام 2011 تحديات جسام بسبب المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني. وأشار البيان إلى أن البنك قام بدفع نحو 35 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية وسداد أقساط الديون الخارجية. وأعلن البنك أن سياسته الفترة الماضية انصبت على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي بوجه عام. أعلن صندوق النقد العربي في تقرير له أن البورصة المصرية حققت أفضل أداء بين الأسواق العربية هذا العام، حيث قفزت إلى نحو 60 مليار و200 مليون دولار بنهاية 2012.
وفي سياق متصل ربحت البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم نحو 1,027,000,000 جنيه بدعم من مشتريات الأجانب، حيث اتجه المصريون والعرب نحو البيع. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46%. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة EGX70 بنسبة 0.4%. سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإدخال 20 شاحنة محملة بالحصي المستخدمة في البناء إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبي سالم أول مرة منذ فرض الحصار على القطاع. وشددت السلطات الإسرائيلية على أن تقديم التسهيلات إلى غزة مستمر طالما استمر الهدوء على حدود القطاع. وكانت إسرائيل تحظر إدخال مواد البناء ومنها الحصي إلى غزة بدعوى أن هذه المواد تستخدم في بناء تحصينات لفصائل المقاومة. وفي سياق متصل، سمحت مصر أمس بدخول آلاف الأطنان من مواد البناء كالأسمنت والحديد إلى غزة أول مرة منذ سيطرة حماس على القطاع. رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بإجماع أعضاء هيئتها القضائية الموسعة المكونة من 9 قضاة رفضت قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد النائب حنين زعبي من الترشح لانتخابات الكنيست المقبلة. وبموجب هذا القرار ستتمكن زعبي وهي من عرب 48 من خوض الانتخابات في إطار قائمة التجمع الوطني الديمقراطي. وعلقت زعبي قائلة أنها ستواصل القتال ضد عنصرية إسرائيل والليكود، وأضافت أن الحكم لم يقدم سوى القليل لمحو تهديدات اليمين المتطرف ضدها بخلاف الاعتداء الجسدي واللفظي على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومن جانبها وصفت الحملة الانتخابية لائتلاف اليمين الليكود بتنا هذا القرار بالمؤسف. يمس حقوق كل المواطنين العرب داخل إسرائيل، هو قرار بشطب خيار ديمقراطي حر بأن نختار نحن كعرب ممثلين في الكنيست، وهو محاولة لتحديد سقف سياسي للعرب سيعاقبون وسيرتدعون إذا ما خرجوا عن هذا السقف السياسي. وإلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أحرز مقاتلو المعارضة المسلحة تقدما في معركتهم للسيطرة على مركز عسكري استراتيجي جنوبي مدينة معرة النعمان في إدلب مع استمرار الاشتباكات العنيفة شرقي المدينة. وذكر المرصد السوري وقوع اشتباكات عنيفة بمحيط معسكر وادي الضيف شرقي المعرة، وهو آخر أكبر معسكر للقوات النظامية في المنطقة. في حين قال نشطاء سوريون إن مقاتلين أسقطوا طائرة مروحية كانت تحوم في سماء سراقب والمناطق المحيطة بها في إدلب. وأعلنت لجان التنسيق مقتل 43 شخصا اليوم بأعمال عنف في مدن سورية عدة غداة يوم راح ضحيته 397 شخصا بينهم 220 في مجدرة بحي دير بعلبة بحمص. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي اليوم المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للتشاور حول الأزمة السورية ونتائج مباحثات الإبراهيمي الأخيرة. وشدد الإبراهيمي في مؤتمر صحفي عقده بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة على أنه لا سبيل لرحيل الرئيس بشار الأسد إلا بالحل السياسي، مؤكدا أن من حق المعارضة المطالبة برحيل الأسد وتنحيه، ولكن السؤال كيف سيتم الوصول إلى ذلك. وأضاف الإبراهيمي أن النزاع في سوريا يهدد السلم والأمن العالميين وأن الوضع بالغ السوء، مقترحا أن يكون أسلوب العمل هو التغيير السياسي الشامل. اللي نتكلم عنه أو الشيء الآخر الإضافي الذي يقال، وهذا قلته في موسكو وأظن أيضا يعني نقل عبر وكالات الأنباء، أنا لا غير قادر أن أرى حل
أو أن أرى أنه في أي شيء آخر عين غير الأمرين الآتيين، إما أنه يتم حل سياسي يرضي الشعب السوري ويحقق للشعب السوري طموحاته وحقوقه المشروعة، أو سوريا تتحول إلى جحيم. الناس تتكلم على أنه سوريا تنقسم إلى عدة دويلات مثل ما حصل في يوغوسلافيا. لا أبدا، مش هذا اللي حيحصل. اللي حيحصل صوملة ومراء حرب، والشعب السوري يعني مضطهد من قبل يعني الناس اللي مستولين على أقداره. أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنشر قوة عسكرية مكونة من 50 جنديا أمريكيا في تشاد لدعم عملية إجلاء موظفي السفارة ومواطني الولايات المتحدة من جمهورية أفريقيا الوسطى. ووفقا لبيان من البيت الأبيض، فقد جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس أوباما إلى رئيسي مجلس النواب والشيوخ بشأن مستجدات تقرير صلاحيات الحرب في تشاد. ونوه أوباما إلى أن هذه القوة الأمنية مجهزة للقتال، ولكن تم نشرها فقط لحماية مواطني وممتلكات الولايات المتحدة متى لزم الأمر. وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يأتي على ضوء تدهور الحالة الأمنية بأفريقيا الوسطى، وأنه يأتي في إطار دوره لحماية رعايا بلاده. استقبل رئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ وزعيم حزب المؤتمر السيدة سونيا غاندي جثمان الفتاة الهندية التي توفيت جراء تعرضها لاغتصاب وحشي واعتداء بالضرب أدى في النهاية إلى وفاتها في مستشفى بسنغافورة. وذكرت وكالة الأنباء الهندية أنه تم أداء الشعائر الدينية على جثمان الفتاة قبل وضعه في المحرقة بسبب الطقوس الهندية. وسط حضور كبير لرجال الدولة وقوات الأمن، ويذكر أن هذه الفتاة تعرضت إلى اغتصاب جماعي على يد 6 رجال في حافلة متحركة منتصف ديسمبر الجاري، ثم ضربوها وألقوا بها إلى الشارع. وأثارت هذه القضية الرأي العام الهندي، وخرجت مظاهرات غاضبة تطالب بتدابير أمنية لحماية النساء ومعاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب. إلى أخبارنا الرياضية. اتفق اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية والعمري فاروق وزير الرياضة وممثل الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم أمس على استئناف الدوري العام 1 فبراير المقبل دون جمهور. وأجرى العمري فاروق تعديلا على موعد الدوري الممتاز ليبدأ في 2 فبراير، على أن يكون 1 فبراير عيدا لشهداء الرياضة يتم خلاله إيقاف جميع الأنشطة الرياضية وإقامة حفل تأبين كبير لشهداء الرياضة بالمحافظات كافة. وكانت قد تمت الموافقة أمس على إقامة مباريات الدوري على ملاعب القوات المسلحة، على أن تقوم وزارة الداخلية بتأمينها، وتلقى اتحاد الكرة اليوم خطابا بموافقة الداخلية رسميا على موعد بدء الدوري. مشاهدينا الكرام، بأخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية. نشكركم وإلى اللقاء.